ذلك أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، واحد من أهم الشعارات اللي أطلقها في كربلاء: إني أحامي أبدا عن ديني. الدين اللي يستحق شخصية مثل أبو الفضل العباس على عظمته يضحي بنفسه ولا يرف له جفن. عظمة عظمة، يعني أكو عظمة في هذا الدين. العظمة هاي ما تعرفها إلا بالتفقه. لذلك أبو الفضل يبذل هذا الدم الكريم. يقولون أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه كان يتقدم نحو الحسين، يقول له: سيدي أبا عبد الله، ائذن لي أن أبرز لمقاتلة القوم. أبو عبد الله يقول له: أخي أنت حامل لوائي، وإذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات. قال له أبو الفضل: المعسكر قائم بيك، إذا أنت طحت ينهار المعسكر كله. وفعلا أكو كلمتين أطلقت باستشهاد أبي الفضل لازم نتوقف عدهن. كلمة أطلقها الحسين عليه السلام لما رأى أبا الفضل شهيدا، قال: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. قال: هاي الوادم اللي راحت كلها أنا بعدني مسيطر، بعدني رافع ظهري، وبعدني بيدي حيلة، وبعدني واقف. لكن لما سقط أبو الفضل ذن كلهن راحن ويا أبو الفضل. الكلمة الثانية يقولون: لما وصل نبأ استشهاد أبي الفضل إلى زينب عليها السلام، قالت: واضيعتنا بعدك أبا الفضل. يقولون الحسين قال: أي والله، واضيعتنا بعدك أبا الفضل. هذا أبو الفضل. فالإمام يقول له: ارجع أخي، أنت حامل لوائي، وإذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات. أنت المعسكر بيك قائم. إلى أن لم يبقى مع الحسين إلا أبو الفضل، بقي الحسين وأبو الفضل ولم يبقى معهما أحد. يقولون تقدم نحو الحسين، قال: سيدي ائذن لي أن أبرز للقوم. قال: عزمت على الموت؟ قال: إي والله، عزمت على الموت، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء الظالمين. يقولون، قال له الحسين: إن كنت لابد فاعلا فاطلب لهؤلاء الصبية شيئا من الماء. دخل أبو الفضل إلى الخيمة يأخذ القربة، تعلق به الأطفال: يا عم، يا أبا الفضل، نحن عطاشا. تعلقت به سكينة، قالت: عمي أبو الفضل، أنا عطشانة، من الأمس ما شربت الماء. قال لها سكينة: لن أعود إلى المخيم إلا ومعي الماء. لذلك يقولون كانت القربة هي هم أبي الفضل. فانطلق أبو الفضل نحو المشرعة، عليها 4000 فارس، كشفهم عن المشرعة وركز لواءه على المشرعة وأدخل القربة في الماء. لما أدخل القربة في الماء لامست برودة الماء يد أبي الفضل العباس، تاقت نفسه إلى الماء، خاطبها: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني. يقولون ألقى الماء، رفع القربة، عاد إلى المخيم، نادى لعين: اقطعوا عليه الطريق، فإن أوصل الماء إلى الحسين لم يبقي منكم باقية. يقولون قطعوا الطريق على أبي الفاضل، احتوشوه من كل جانب وهو يقاتل ويذود عن القربة، وإذا بهم يرمونه بالسهام. لما رموه بالسهام أخذ يقاتلهم، كمن له لعين، ضربه على يده اليمنى قطعها. أخذ أبو الفضل السيف بيده اليسرى وأخذ يقاتل، كمن له لعين آخر، يقول ضربه على يده اليسرى قطعها. أمسك أبو الفضل القربة بفمه بأسنانه، كان متحيرا، وإذا بسهم يصيب هذه القربة.
أراق ماءها على أبي الفضل العباس، أخذ أبو الفضل ينظر إلى الماء وهو يراق، تحير كيف يعود إلى المعسكر. يقولون جاءه سهم أصابه في صدره، وسهم آخر أصابه في عينه، جاءه ذلك اللعين ضربه بعمود على رأسه، سقط من على ظهر جواده. الحسين تقول زينب كان جالسا، قام من مقامه أخذ يهرول على فرسه، قلت سيدي ما الخبر؟ قال أخي لقد سقط أبو الفضل من على ظهر جواده. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. اللهم ارحمنا برحمتك وفرج عنا بفرجك العاجل القريب.